التحول الكبير الذي حصل في العراق على خلفية نظام ديكتاتوري يقوده حزب البعث بتلك الأخلاقية وذاك التعامل والآثار الفاجعية الكبيرة التي تركها النظام، مثل هكذا أنظمة حينما تغادر وتنتهي وتسقط لا يعني انتهت كل المخلفات التي يتركها، خلف لنا مشاكل كثيرة وعقد موجودة بين المكونات، بين إقليم كردستان، بين الحكومة المركزية، هذه عقد ومشاكل مع دول الجوار. فليس غريبا أن تكون عندنا مشاكل، ولكن الغريب أننا إلى الآن لم نتمكن من حسمها وتأسيسها على قاعدة دستورية كل يعرف حقه. وهذا كلامي أنا دائما مع الأخوة في الإقليم، تعالوا إلى أن نتبنى الدستور ونلتزم به، وما يقوله الدستور الذي صوتنا عليه نلتزم، الحكومة المركزية والإقليم يلتزمون. ولحد اليوم أنا كان عندي حديث مع الأستاذ مسعود البرزاني حول هذا الموضوع وتكلمت بنفس الكلام، وهو الرجل قال أنا لا أريد شيئا، أنا أريد فقط عاملونا وفق السياق الدستوري. طبعا هذا حق، ما واحد ينكره، جاي يقول أنا أريد تعامل وفق السياق الدستوري. فسألنا شنو عندكم أنتوا إشكالات على التعامل في أي فقرة من فقرات الدستور التي أخذت أو سلبت حقا من حقوق الإقليم؟ قال نكتب لكم، إحنا نجيب. يا أهلا وسهلا وإحنا حاضرين، ولا ندافع عن أي مخالفة دستورية بحق الكردي أو العرب الشيعة أو السنة أو التركمان أو المسيحيين، الكل تحت سقف الدستور. ثانيا تكلمت على موضوع الانسحاب، هو قال نحن لم نقل ننسحب، وإنما قلنا إذا مشت الأمور على وفق هذا القرار سوف لن تكون هناك انتخابات. يقولوا أكو فرق بين إحنا ننسحب وبين انتخابات ما تصير إذا اعتمدنا هذا القرار الأخير مال المحكمة الاتحادية. صار كلام أنه نكون نتعامل من خلال تهدئة الأوضاع أولا، ثم نتواصل إن شاء الله جميعا على إيجاد حل لهذه المشكلة، وليست هي المشكلة الأولى التي تحصل مع الإقليم، مشاكل كثيرة مرت، وتجربتنا مع الفيدرالية حديثة وفيها مشاكل كثيرة. الفيدرالية مو نظام سهل، هو نظام صحيح والعالم أغلبه فيدرالي، ولكن بيها تحديات بين المركز والإقليم، أكو مشاكل يراد لها زمن حتى تطبع وتنحل. والأهم أن تؤسس وتبنى على أسس دستورية واضحة. مسألة النفط وهاي المسألة المثارة دائما بين الإقليم والمركز، استثمارات وشركات وتصدير وعدم تصدير، ومرارا حينما تثار أنا أقول أيها الأخوان والله لا نجد حلا، وفي كل سنة عندما نذهب للموازنة ستبرز عندنا مشكلة النفط وإقليم كردستان والموازنة. تعالوا نشرع قانون النفط والغاز حتى كل يعرف حقه. وفي هذا المكان في عام 2007 27/2/2007 صوتنا على مشروع قانون النفط والغاز بالإجماع مجلس الوزراء ورفعناه إلى مجلس النواب، ولكن من 2007 إلى الآن هو في أدراج مجلس النواب لم يرى النور.